انا صلاح السير من عبره، بشتغل على الفن التشكيلي والعزف على الفلوت وبيع الكتب. عدبرة هي نشأت بدري من بداية قرن 20، 1905 7، وارتبطت بمؤسسة السكة حديد اللي هي التقوا فيها كل الناس، يعني ناس من زي ما بيقولوا من الشمال، من الجنوب، من الغرب، من الشرق، الناس اللي تلاقوا في المؤسسة دي بأفكار بثقافات. بعد ذاك تاني تولدت فيها حركة ثقافية، بعد ذاك تاني حركة تشكيلية، حركة موسيقية. كنا كان الجيل اللي قدامنا بيعرضوا في مركز اسمه البجراوية في حضبة، بس المركز ده ما موجود. بقيت أعرض في الشارع أو أرسم في الشارع. الرسم في الشارع هو جاء من ستات الشاي في حديقة رشيد مهدي. بيجوا الناس بيشوفوا إنك أنت بترسم، بيجوا ناس بتونسوا، بيجوا ناس بيتكلموا معاك ويسألوك. بعدك جيت أعمل معارض في جامعة وادي النيل، في كلية الطب، في كلية الهندسة. بتلاقي أفكار، بتلاقي أفكار، بتلاقي ناس بتقرأ كتب، ومحاولات إنك أنت تجاوب عن الأسئلة الوجودية اللي بتجتاحك. أنت عايش شنو؟ أنت بتعمل في شنو؟ الكلام اللي بتعمل فيه ده مهم ولا ما مهم؟ وبعد ذلك بتشوف دار تعبر على الأفكار دي كيف؟ تعبر عنها بالرسم، دار تعبر عنها بالموسيقى، دار تعبر عنها بالكتابة. فده كله هو بيسوقك لأنه أنت تلقى اسلوب او تلقى طريقه مناسبه. فكان في 2009 2010 الوقت داك انفصال جنوب السودان، والوقت داك الانتخابات، والوقت داك الجامعه فيها نشاط. فانت كل الحاجات دي بتسوقك لانك انت حتعبر كيف. كثير المدارس زي ما معروف الانطباعي والواقعي، لكن انا بشتغل على المدرسه التجريديه اللي هي دي مؤسسها فاسيلي كاندينيسكي في الاربعينيات. هو بتشتغل على اللون وتاثيره، بتشتغل على الرموز اللي ممكن تكون موجوده في اللوحه وبتخاطب بعد ذاك المشاهد. فالمدرسه دي هي بسموها المدرسه الحره في الرسم، انك انت ما بتكون مقيد بقواعد معينه. بترسم، بترسم احساسك، بترسم فكرتك، وزي ما بيقولوا بالداري زي ما تيجي تيجي، انت المهم تعبر. اللي هو ده فيما بعد ساقني لانه انا اعمل تجوال على 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 المدن، اعمل تجوال على المراكز الثقافيه، اعمل تجوال على الجامعات، انه ادي الناس مساحه بتاعت انهم هم يعبروا. بتوزع الورق على الناس، بتوزع الالوان والناس تعبر. زول داير يرسم شجره، زول داير يرسم بيتهم، زول داير شخص بتسايف الورقه، ودي هو التعبير بتاع الفنون. المدرسه التجريديه انا دي اللي انا قاعد ارسم عليها وقاعد اشتغل عليها. والفن التشكيلي محصور في 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 حتات معينه، محصور في نطاق معين كده، فهو لابد من يطلع للشارع. فعشان يطلع للشارع لابد انه الزول في الشارع ده جزء من الحاجه دي. يعني هو الزول البر ده لو ما جزء من الحاجه دي ما حيدعمها ولا حيهتم فيها. فانت بتقول له يا اخي انا برسم، انت بتشوف انه الرسمه دي صعبه ومعقده، انت ماله برضه ارسم، ممكن ترسم احسن من الرسمه اللي انا برسمها. كده نشارك، لما انا اشارك وانت تشارك كده حيكون في شيء بيناتنا اللي هو الفن التشكيلي ده. انت لما تلقى فنان تشكيل حتدعمه، لما تلقى جداريه حتحافظ عليها، لما تلقى تمثال او لما تلقى لوحه قاعده في حتحافظ عليها، لانه حتقول ده قبيلي اهو زول اللي لاقاني في الشارع زاد. الثورة، قبل الثورة الرسم
كان في طور الإعداد لأنه الزول عشان يقدر يعمل جوال فيما بعد. فالناس كان بتهتم، الناس بتهتم يعني بالرسم، لكن ما زي بعد الثورة. بعد الثورة الاهتمام زاد كثير، لأنه لما الناس جات في الاعتصام النشاط اللي كان يعني مميز جدا هو رسم نشاط تشكيلين، يعني كان بالألوان متوفرة في مركز التدريب المهني، وكان أي زول دا يرسم يرسم، أي زول دا يرسم يرسم. الحاجة دي التشكيلين مشكورين عليها، يعني مشكورين عليها، وروا الناس إنه يا أخي التشكيل ده مهم ليخلد اللحظات اللي مرت بها الثورة السودانية، ويخلد اللحظات اللي عاشوها الناس في ميدان الاعتصام، ويكون ذاكرة يرجعوا لها في أي زمن، يعني لأنه الشعوب بتحتاج الذاكرة عشان تعاين لمستقبلها وتصل لمستقبلها. فالتشكيلين ساهموا في الحاجة دي كبير، يعني مساهمة كبيرة جدا، ومساهمة مقدرة ومفروض تحترم. ولأنه قبل الثورة لما تيجي تعمل جدارية ما في زول بيعرف إنك أنت بتعمل في شنو، لكن أصلا ممكن تمشي في الحلة، ممكن تمشي في المدرسة تقول للناس تعال أعمل جدارية، يقولوا لك طوالي نعملها يعني، وبتكلف كم، يساعدوك ويوفروا لك وكده.